مين اللي كسب الجولة الأولى؟ لو ما لسه ما عملتش لايك انزل اعمله دلوقتي هتستفيد ايه؟ توصل المربع اللي تحت ده هتخسر ايه؟ انت ايه هي مش هيحصل لك حاجه ما تبقاش بخيل ادينا لايك اصحابي ادينا لايكات كتشيك 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 حساقع اصحابي التحدي النهارده عقبال ان احنا نفصل اللي هو دول عن بعضين بصوا اصحابي التحدي النهارده مثلا كده هما احنا جايبين طبقين الطبقين فيهم فول ولوبيا زي ما انتم شايفين المفروض النهارده الفكره من اللعبه بتاعتنا ايه النهارده يا ليالي احنا نفرق من الاثنين لا بصوا الفكره من الفيديو النهارده ان احنا ننمي المهارات بتاعه الطفل يعني مثلا انتوا على طول ماسكين الموبايل ولا لا اه على طول ماسكين الموبايل صح فاحنا عايزينكم يعني نشغلكم بحاجات مفيده بحاجات ايه تخليكوا تركزوا في حاجات مفيدة ماشي دلوقتي دي اللعبة السهلة على فكرة ما تنسوش تحط لهم لايك واشتراك بس ممكن احط الفول هنا ماشي بصي هي دي على فكرة السهلة لو نشوفوا مين اللي هيكسب الاول يلا اعد 1 2 3 لا ادم طلع الصغيره الاول انت بتضحك عليا طلع الصغيره ازاي مش طلع الاثنين يلا انت قصدك طلع هي طلعته ايه لا الفول اسرع ليه طلعي الصغيره الاول اللوبيا الاول طلعي اللوبيا ايوه ليه بتعمل حلو بتاخد كبشه وتطلع اللي في ايديها شطوره يا لولي ليه طلعت اكتر يا ادم بسرعه بسرعه يا ادم وايه كله كله فضل لين خلصت يلا يا ادم بسرعه ما هي بقى الفكره فيها ان انتوا تركزوا في الحاجات الصغيره اللي انتوا بتفصلوها وكمان بناخد وقت في حاجه مفيده بدل التلفزيون والموبايلات والحاجات دي ممتعه اه ممتعه ومفيده حلو كل يوم نلعب اللعبه دي كذابه احنا اول مره نلعب لا لازم يا انت غلطت خالص انا مش عارفه اوصل لنفسي يلا مين هيكسب انا طبعا فاضل لكم ايه هو في تاني بعدين اه في واحده تانية اصعب من دي ها انا مش الثانيه اصعب ليه فاضل لك قد ايه ادم ليه خلصت خلصت المفروض دي تخلص قبل الجوله الاولى محدش يقدر يكسبني انا هتبقى تجربتي يلا بينا على الجوله يلا بينا على الجوله الثانيه الجولة التانية صعبة انتوا شفتوها ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ انتوا عارفين ده ايه؟ انتوا عارفين ده ايه اصلا؟ لا بص دي لسان عصفور ودي فريك حاجات صغننة لا كنت عاملة هتعرفوا تعملوها؟ اه بجد طب ثواني قبل ما تبدأوا هتاخدوا فيها قد ايه عشان تخلصوها؟ هنبدأ 5 دقايق انتوا كذابين اه والله اتمنى ان انا اكسب يلا نبدا التحدي ادم ادم لا لا ايه ده صح اصحابي انا متشوق للتحدي لا مين متشوق يشوف الجوله انا يلا نبداوا 1 2 3 يلا انت بتطلع ايه الاول يا ادم ولا انت بتطلع ايه بصي لان هي الفكره اللي ادم بيعملها هي اللي صح المره دي عشان انتي كده هو صغنن قوي هنشوف مين اللي كسبان استني بقى انت لذينه يا لولي
لا مين اللي كسبان؟ قولوا اصحابي ما تنسوش تحطوا لايك. اصحابي لسه حطوا لايك. ده لسه كتير يا مامتي مستعجله كده ليه؟ قول ده لسه كتير يا مامتي. لا قولوا انزلوا اعملوا اشتراك. انزلوا اعملوا اشتراك عشان ما يفوتكوش حاجه. من الحته الحمراء اللي تحت دي دوسوا عليها تلاقوا مكتوب فيها اشتراك. انت شفت حاجه حلوه لو عملت كده مثلا ازاي؟ وريني. بس شفتي بتلم ايه انت؟ لسه بتعمل ايه؟ انتوا لسه بدري قوي. ما تنسوش الاشتراك يا اصحابي. انا قربت خلاص. ولايكات كتشير كتشير كتشير. بس بصي بصي اللي عندك. قربت خلاص. ماشي براحته. كل واحد ليه طريقه يطلع بيها الحاجات بتاعته زي ما هو عاوز. كل واحد ليه طريقته صح. الطريقه بتاعت المره اللي فاتت بتاعت ليان هي كسبت بيها. الطريقه دي انا شايفه ادم ملاحظه ادم طلع اكتر. ادم كمان مطلع بنظام اهو. مطلع اهو بنظام. لا انا حاسه ان انت مش منظمه اهو. حاسه ايه ده اكيد اهو. انا بفرق اهو. عارفين لو ما خلصتوش بسرعه خليكم تعملوا ايه؟ ايه؟ تعدوا لي الفريك. ايه؟ تعدوا لي الفريك. احيي. وتعدوا لي لسان العصفور. بسرعه بسرعه. يلا بسرعه بسرعه. خلينا لسان العصفور. ها؟ اشتراك ولايكات. محدش وصلنا. بعدين مكرونه صح؟ مكرونه؟ انا المكرونه صح. المكرونه دي سهله. انتوا بتعملي دلوقتي الصعب. اصحابي التحدي سهل جدا. بجد؟ مين اللي هيكسب في التحدي؟ انا. صح؟ شايفين ايه؟ بس انا حاسه ان الطبق مليان قوي جدا. طب ايه؟ لا مش هنقلله قوي. بصوا الطبق فيه قد ايه يا اصحابي؟ كتير جدا. ده عمال ما يخلصوه يقعدوا وقت ياما قوي. كومنتات كومنتات. خلاص انا متاكد ان انا واثق جدا ان انت بتعمل زي ده. انا بعمل بسرعه ازاي؟ مين قرب يخلص؟ انا الصراحه. انتوا الاثنين زي بعض. معتوا ايه واللي انتوا جمعتوه ولا انتوا هتكسبوا فيه؟ يلا والناس يقولوا في الكومنتات احنا كسب. مين اللي كسب؟ اصحابي. انا استسلمت. ماشي. لا مش استسلمت. قولي يا ماما. وريني كده يا ادم. اوعى ايدك. بس انتي في لسان عصفور هنا. لسان عصفور؟ وفي فريك هنا. وريني انت؟ لا ادم عامل كله صح. مفيش حاجة غير واحدة بس اهي. ايه؟ واحدة بس. طب دي جت منين بقى؟ اهي بس. عايزين نشوفوا كاميرا تانية. استنوا بارت 2. يلا قولي يلا. استنوا بارت 2. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا 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 كل دي مع حاجات قدومي ولودي. باي باي باي. انت كبتين؟ اه كبيت. تعالي لي بقى.